خربتوا أفكارنا وخربتوا عقولنا. ولليوم على فكرة عايشين على فكرة لا تكاد تفتح ملف النهضة والتحضر والإصلاح إلا يقال لك لا يسمحون، يأتمرون سواء الداخل أو الخارج، الحكام، المستبدون، الصهاينة، الصليبيون، الشرق، الغرب. على فكرة عقلية الاعتذار باتت في هذا الوقت تساوي الانتحار. جنبونا عقلية الاعتذار، لأن الاعتذار بابه واسع أيها الإخوة حتى عن الانتحار. تريد أن تنتحر وستعتذر، لا نريد الاعتذار لأننا نرغب في الحياة، لا نريد الانتحار. نحن لسنا نيكروفيليين بفضل الله تبارك وتعالى، نحن بيوفيليين، نحن محبون عاشقون مشغوفون بالحياة، نريد أن نتشبث بأديال هذه الحياة التي أضفى عليها الله ودينه وشرائعه قدسية، ليس فوقها إلا قدسية إيه؟ القدوس لا إله إلا هو حياة. نحن متشبثون مشغوفون بها، متشبثون بأذيالها إلى آخر رمق، سوف ندافع عنها وسوف ننحز إلى كل ما يعلي من شأنها وقيمها، قيم الحياتية أيها الإخوة. فلا نريد أن نعتذر ولا نحب أن نترك مجالا أصلا للاعتذار، لا اعتذار هنا. فكر بطريقة جدلية، بطريقة تركيبية، بعيدا عن الاختزاليات، اعتذارية وغير اعتذارية، حتى التفسيرية. في نهاية المطاف التفسير الاختزالي هو بمعنى ما أيضا اعتذاري، تفسير قدري جبري غير صحيح.